مشاهدينا الكرام، ارحب بكم من هذه الجوله الصحفيه الجديده وابرز ما طلعتنا به الصحف المحليه والعربيه والعالميه صادره صباح اليوم. نبدا معكم من صحيفه الاهرام والتي كتبت خبرا يحمل عنوان 4 مليارات جنيه لتنميه سيناء ورئيس يكلف الحكومه بتنفيذ مطالب اهالي سيناء. ركزت الصحيفه على الاجتماع المصغر الذي عقده الرئيس مرسي بحضور رئيس الوزراء ومحافظي شمال وجنوب سيناء، ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إيهاب فهمي قوله إن الدكتور قنديل استعرض خطة الدولة العاجلة للتنمية الشاملة في سيناء والمشروعات المعتمدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية اعتمد خطة تنمية سيناء التي تخصص مبلغ 4.4 مليارات جنيه للاستثمارات العامة بها. تحرك حشود المؤيدين للرئيس مرسي عنوان نطالعه من صحيفة الشروق، حيث جاء على رأس الموضوعات التي حرصت الشروق على تغطيتها اعتزام 17 حركة وحزبا إسلاميا على تحريك حشود المؤيدين للرئيس مرسي غدا في مليونية بميدان رابعة العدوية للتأكيد على رفضهم دعاوى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكثفت الأحزاب من اجتماعاتها لاتخاذ قرار بشأن التدابير التي تتخذها للتعامل مع مظاهرات 30 يونيو. نتحول إلى الجمهورية ونطالع منها خبرا تحت عنوان وزير الدفاع يؤكد مستعدون للدفاع عن سلامة مصر. سلطت الصحيفة اهتمامها بتأكيد الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن جند مصر هم خير أجناد الأرض لما يملكونه من ولاء وانتماء للوطن واستعداد دائم للتضحية والفداء للحفاظ على سلامة مصر وقواتها المسلحة التي ستظل الدرع الواقية لمصر وشعبها العظيم. وطالب السيسي خلال تفقده لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية بضرورة التمسك بمبادئ القوات المسلحة وقيمها والحفاظ على الانضباط العسكري. مع بدء العد التنازلي لتظاهرات 30 يونيو المرتقبة وحالة التوتر التي تسود الشارع المصري والتي نالت نصيبها أيضا من مقالات الرأي العام بصحف القاهرة، فصحيفة الجمهورية كتبت تحت عنوان لا للتحريض على العنف وقالت يحق لجماهير الشعب المصري مهما اختلفت توجهاتها التعبير السلمي بالتظاهر والاعتصام عن مطالبها المشروعة وتحديد مواقفها من الأزمة السياسية الراهنة لصناعة الدولة الديمقراطية الجديدة التي قامت من أجلها ثورة يناير المجيدة. هذا حق الجماهير الواجب على كافة السلطات والقوى السياسية إحاطته بأكبر قدر من الأمن والأمان دون ترهيب أو وعيد ودون التحريض على استخدام العنف، لأن العنف سيفتح ثغرات خطيرة في جدار الإجماع الوطني. أزمة المجتمع المصري رصدتها صحيفة الأهرام في مقال للكاتب سيد ياسين مشيرا إلى الانقسامات بين مختلف التيارات السياسية بما يمثل أزمة خانقة وانشقاقا كبيرا في المجتمع المصري. وقالت الصحيفة نظرا لغياب معايير التقييم الموضوعي للأداء السياسي يمكن القول بكل موضوعية إننا نشهد في الواقع وفي الشارع السياسي آفات وتشوهات العقل السياسي المصري، وأبرزها جميعا إصدار الأحكام المطلقة والتعليمات الجارفة في مجال الحكم والمعارضة معا، وكل الحكمين لا يتسم بالموضوعية في التقييم، فهذه الأحكام المطلقة تتجاهل أن أي ممارسة سياسية تتسم بالنسبية والموضوعية. في ضوء ذلك لا نستطيع أن نحاسب الدكتور مرسي لأنه لم يحقق العدالة الاجتماعية وهي أحد شعارات الثورة الرئيسية، لأن تحقيقها يحتاج إلى جهد دؤوب لا يمكن أن تظهر ثماره إلا في الأجل المتوسط أي بعد 10 سنوات مثلا، ولا يمكن الحكم على فعاليتها ونجاحها إلا بعد الأجل الطويل أي بعد 20 عاما مثلا. نتحول إلى الصحف العربية والبداية من صحيفة الشرق الأوسط والتي كتبت على صدر صفحتها الأولى خبرا تحت عنوان اجتماع 11 دولة في قطر لبحث تسليح الجيش السوري الحر، حيث ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية أن اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة الدول 11 لأصدقاء الشعب السوري سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل تقديم مساعدات عسكرية إلى مقاتلي المعارضة السورية. وعقب إعلان الرئيس باراك أوباما أن بلاده مع تسوية سياسية في سوريا، أعلنت المعارضة السورية الاحتفاظ بحقها في العمل العسكري حتى إسقاط بشار الأسد.
من جانبها سلطت صحيفة رايا القطرية الضوء على الشأن الفلسطيني، ونطالع منها خبرا تحت عنوان الاحتلال يهدم قرية العراقيب والجامعة العربية تطلب دعما لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. قالت الصحيفة هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرية عراقيب البدوية وشنت حملة مداهمات واعتقالات في جنين والخليل والقدس. وفي غضون ذلك طالبت جامعة الدول العربية دعما عربيا لمساندة الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية لوقف مختلف الانتهاكات العنصرية الإسرائيلية. الأمم المتحدة تتمسك بمهمتها في الصومال بعد مقتل 22 شخصا، عنوان طالعه من صحيفة الحياة اللندنية. تقول الصحيفة شن متشددون أول هجوم كبير منذ سنوات على مجمع تابع للأمم المتحدة في العاصمة الصومالية مقديشيو، ووجهوا ضربة للمكاسب الأمنية الضعيفة التي سمحت بعودة عمال الإغاثة الأجانب والدبلوماسيين. وقالت الحكومة الصومالية إن الهجوم أسفر عن مقتل 22 شخصا. وفي غضون ذلك أكد بان كي مون أن المنظمة الدولية لن تدع هذا الهجوم يردها عن أداء مهمتها. نتحول إلى مقالات الرأي، حيث سيطرت الأوضاع الأمنية المتردية وما تشهده العراق من تفجيرات وعنف طائفي على افتتاحية صحيفة البيان الإماراتية، والتي كتبت مقالا تحت عنوان العراق وتجنب النفق المظلم. وقالت الصحيفة يشهد العراق خلال الفترة الحالية أعمال عنف أدخلته بشكل مباشر في طريق دموي مظلم لا تبدو له نهاية قريبة، بل يقود العراق إلى حرب طائفية ستأكل الأخضر واليابس وتعيد إلى الأذهان الحرب الطائفية التي شهدها العراق خلال عامي 2006 و2007. السياسيون في العراق منشغلون بالنزاعات والمشاحنات السياسية على حساب الدم العراقي الطاهر، فالجميع يتحمل بلا شك مسؤولية كل قطرة دم أريقت من أبناء هذا البلد، وواجب الحكومة العراقية أن تعمل بكل جهدها لوقف هذا النزيف الطائفي حتى لا تصل البلاد إلى حافة الانهيار. الأزمة السورية كان لها حضور على صحيفة الوطن السعودية عقب إعلان الدول المشاركة في قمة مجموعة الثماني ضرورة إنهاء النزاع القائم في سوريا سياسيا، وكتبت مقالا تحت عنوان المعارضة السورية والإصرار على العمل العسكري. قالت فيها المعارضة السورية تمر بانسداد سياسي خطير، فلم يتم تسليحها ودعمها بالكامل من الولايات المتحدة والدول الغربية، وفي الوقت ذاته ليس أمامها من حل سوى العمل العسكري حتى يسقط نظام بشار الأسد، فقد ثبت أن واشنطن لا تعبأ إلا بموسكو ولا يهمها الدم السوري الذكي. مهما اشتد الواقع على المعارضة السورية في مواجهة نظام الأسد وحزب الله، فإن المعارضة لا تزال مصرة على رحيل النظام وستبقى كذلك، فهي إرادة الشعب السوري وبشار فقد شرعيته، ولا يمكن الجلوس معه على طاولة المفاوضات، ولا يمكن الرجوع عن الخيار العسكري. نتحول إلى الصحف العالمية، ونطالع من الواشنطن بوست الأمريكية خبرا تحت عنوان انتخاب روحاني رئيسا لإيران يثير ردود فعل متناقضة داخل الولايات المتحدة. قالت الصحيفة إن انتخاب حسن روحاني رئيسا جديدا لإيران أثار ردود فعل متناقضة على لسان المسؤولين الأمريكيين والمحللين الإيرانيين، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يرون في انتخاب روحاني عودة جديدة للتيار الإصلاحي في إيران، لذا سعوا لإقناع الإدارة الأمريكية بدعم هذا التيار مثلما سعت إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون عقب انتخاب محمد خاتمي عام 1997. رصدت صحيفة الجارديان البريطانية حدة التوترات بين مصر وإثيوبيا، والتي بدأت تتزايد على نحو مثير للقلق بعد إعلان أديس أبابا عن خططها لتدشين سد كبير أطلقت عليه اسم النهضة، بما يترتب عليه تحويل مجرى النهر وحصول إثيوبيا على حصة أكبر من مياه النيل. وكتبت خبرا تحت عنوان تزايد حدة التوتر بين إثيوبيا ومصر، حيث اعتبرت الصحيفة أن تزايد حدة التوترات بين إثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة بمثابة دليل على ما يمثله النهر من حيث الهوية للدولتين، وأشارت إلى إنكار المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتشادو رضا لمخاوف المصريين. بهذا نصل مشاهدينا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.